ووقفتنا الأخيرة مع الأحوال الجوية. مرة أخرى ليلى عمر، شكرا لكم، ونتابع الآن معكم آخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 22 الصغرى 13، الإسكندرية 22 13، مطروح 20 11، بورسعيد 21 11، الإسماعيلية 23 12. ننتقل إلى السويس 22 12، العريش 22 12 أيضا، طابة 24 14، شرم الشيخ 27 15، الغردقة 26 15. أما في أسوان فالعظمى 28 الصغرى 14، في أسوان 29 14، أما الأقصر في 28 14، الوادي الجديد 28 14، شلاتين 30 15، وأخيرا حلايب 28 14. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.